السلام عليكم جميعا. هنبتدي ان شاء الله. استاذنكم بس هعمل شيرنج. السكرين واضحة معاكم؟ حد بس يفتح المايك يرد عليا عشان ابتدي. واضحه يا دكتور؟ واضحه. تمام، شكرا يا فاطمه، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ان شاء الله محاضرتنا النهارده. انا احمد حسنين، استاذ مساعد التخدير ورعايه مركزه بقصر العيني. المحاضره انا حاولت اجمع فيها الابحاث المهمه اللي اتنشرت في مجلات التخدير او المجلات الجنرال خلال سنة 2021. طبعا هي الأبحاث المفروض كتيرة جدا وصعب إن أنا أجمعها في محاضرة واحدة، لذلك في بعض الأبحاث اللي كانت متعلقة بموضوع واحد أنا جمعتها كلها تحت تايتل واحد وجبت الكونكلوجن المختصر بتاعها. أستأذنكم يا جماعة نقفل المايكات لو سمحتوا. حاولت إن أنا أدور في التوب جورنالز، التوب 5 أو التوب 10 جورنالز اللي في التخدير. دورت برضو في المجلات الكبيره اللي هي نون سبيشاليزد. ارجوكم يا جماعه نقفل المايكات لو سمحتوا. دورت في مجلات النون سبيشاليزد اللي زي النيو انجلاند واللانسيت والجامعه والحاجات دي. طبعا المجلات الكبيره قوي نادر انها تنشر بحث في موضوع سبيشاليزد زي التخدير او اي سب سبيشاليتي، الا لو كان لاند مارك ستادي كبيره وهتاثر في البراكتس. اغلب ابحاثنا جاي يعني السورسز بتاعتي من نيو انجلاند جورنال، في من جاما اللي هي جورنال اوف امريكان ميديكال اسوسيشن، انستيسيولوجي اللي هي الاوفيشال جورنال بتاع الاسا، من البريتش جورنال، من اليوروبيان جورنال، من انستيزيا اند انالجيزي. اول اربع ابحاث كلهم بيتكلموا في موضوع غريب قوي وشاغل بال العالم بقاله سنتين ثلاثه. هل اللمبر ابيديورال ليبر انالجيزيا ليها علاقة بالأوتيزم؟ يعني اللمبر ابيديورال ده يكاد يكون ستاندرد اوف كير في بلاد كتيرة، واغلب الناس خاصة الهاي ستاندرد بوبيوليشن اللي معاهم يعني هو كان افورد الابيديورال انالجيزيا بيعتبروه جزء اساسي واسينشال في الليبر بالنسبة لهم. هل ممكن يكون هذا البراكتس ليه ضرر احنا مش واخدين بالنا منه؟ الموضوع ده أول حد طرحه كان في أكتوبر 2020، ومن كتر أهمية الموضوع اتنشر في جامع بيدياتريكس. كان بحث مش عارف الصايص، بحث طلع من سان فرانسيسكو من أمريكا، وكان ريتروسبكتيف ستادي جمعوا 147,895 حوالي 148,000 بيرث ريكورد او بريجنانسي ريكورد في ولايه كاليفورنيا. هي طبعا ريتروسبكتيف لان انت ما تقدرش في الحاجات اللي فيها هازارد دي انك تعملها بروسبكتيف، خاصه انها محتاجه لونج تيرم فولو اب. فجمعوا 150,000 بريجنانسي ريكورد وشافوا الريسك فاكتورز لحدوث الاوتيزم، خاصة ان هو ابتدى الاعداد الاطفال اللي عندهم الاوتيزم تزيد جدا في السنوات الاخيرة. لقوا حاجة غريبة جدا، لقوا ان العيانين اللي خدوا اكتر من 8 ساعات لامبر ابيديورال كان عندهم الهايست انسيدنس للاوتيستيك فيتشرز في الاطفال. بعد كده اللي من 4 ل 8 ساعات لامبر ابيديورال انالجيزيا كان الريسك موجود بس اقل، واللي ما خدوش لامبر ابيديورال كان عندهم اللوست انسيدنس of autistic feature. طبعا الكلام ده هم يعني في اطفال متابعينهم لغايه 9 سنين، يعني جايبين اطفال من اول سن 3 4 سنين لغايه 9 سنين. فطبعا البحث ده كان دراماتيك جدا، لان الكونكلوجن بتاعه ان هو بيسجست ذات maternal lumbar epidural may be associated with increased autistic spectrum disorders في الاوف سبرينج. طبعا لان هي اوبزرفيشنال ستادي ولان هي ريتروسبكتيف فمحدش يقدر يجزم او يحط سترونج ايفيدنس، لكن اللي مقويها ان هي معموله على عدد كبير جدا 150,000 حاله، وان هي بتدور على ميجور اوتكم. نقفل المايكس لو سمحتوا يا جماعه.
تمام. طيب البوسيبل اكسبلانيشن يعني هما لما لقوا الفايندنج دوروا في البوسيبل اكسبلانيشن، قال لك ان الاكسبوجر الهاي كونسنتريشن اوف لوكال انستيتيك ممكن يكون بيكروس البلاسينتا بيالتر البرين ديفلوبمنت، الفيتوس اساسا عنده فيور بايندنج سايتس وبورس بلاد برين بارير واماتيور ليفر، البلوكينج بتاع الليبر بين ده شافوا ان هو بيعمل نيو ماتيرنال اند فيتال فيسيولوجي، البين ده حاجه مش لطيفه لكن هو جزء من الفسيولوجي، فهو بيالتر الفيتال فيسيولوجي والاندوكراينولوجي والاميونولوجي والسايكولوجي، كل ده ممكن يكون ساهم في زياده احتمالات الاوتيزم. كمان حته الماتيرنال اميون اكتيفيشن والسايتوكاينز اللي بيحصل مع اللامبر ابديورال ممكن يكون ساهم في حدوث نيورو انفلاميشن في النيونات. طبعا الموضوع ده ما عداش بالساهل، هم دوروا في الدفاتر لقوا بحث منشور في 98 على الريزس مونكيز، لقوا فيه ان برضو اللي تعرضوا برضو لهاي ليفل اوف لوكال انستيتكس كان عندهم اكتيف ديستربنس نسبتها اعلى بكتير من اللي ما تعرضوش، وكان ان كونكلوجن ان البيوبيفاكين البريبنيتال بيوبيفاكين ممكن يعمل بيهيفيرال افكتس، ودي منشوره في مجله اسمها نيورو توكسيكولوجي اند تيراتولوجي سنه 98. البحث الاولاني بقى اللي في 2021 اللي له علاقه طبعا يعني كل ده بقول الباك جراوند بتاع الموضوع، في 2021 طلع اول بحث اتعمل المره دي في مانيتوبا في كندا، وقال لك احنا لا هنجيب عدد اكبر من المشاركين، فطلعوا 123,000 ستادي بوبولي يعني بيرث ريكورد عندهم في كندا في الولايه دي، وعملوا اناليسز لكل الريسك فاكتورز اللي ممكن تكون ادت لحدوث الاوتيزم في الاطفال، ولقوا ان في هذا الكوهورت الريزلتس بتاعتهم بتقول ان لامبر ابيديورال از نوت اسوشيتد ويز انكريزد ريسك اوف اوتيستيك سبيكترام ديس اوردرز، فدي كانت حاجه وذ ان لا يا جماعه ما تخافوش احنا ممكن نستخدم الابيديورال في البينلس ليبر بدون قلق، والبحث الامريكاني الاولاني ده احنا مش هناخد بيه. جاء بعديها البحث الثاني برضو اتعمل في كندا في ولاية تانية اسمها بريتش كولومبيا في نفس الموضوع، بس قالوا احنا هندور بقى، واتنشر في سبتمبر 2021، قالوا احنا هندور على عدد اكبر واكبر واكبر، فجابوا حوالي 388,000 بيرث ريكورد وعملوا الاناليسيس بتاعتهم، وكان الريزلت ان الماتيرنال ابيديورال انالجيزيا ووز اسوشيتد ويز سمول انكريز اوف ريسك اوف اوتيزم، وبالتالي رجعوا تاني يعني الموجه كانت جايه يمين رجعت جايه شمال، ان لا يا جماعه خدوا بالكم احتمال اللامبر ابيديورال يكون فعلا بيزود الريسك بتاع الاوتيزم. وهم قالوا given that the likelihood of residual confounding may account for the result احنا لسه مش قادرين نقول ان ده strong evidence بيسبورت الاسوسيشن ما بين الابيديورال وما بين الاوتيزم، يعني هم برضو حذرين في كتابه الكونكلوجن لان هم عارفين ان الريتروسبكتيف ستادي ممكن يكون فيه فاكتورز مش مدروسه موجوده في بتاثر في الاوتكم وهم ما طلعوهاش معاهم. جاء بعديها بحث تاني اتنشر في جامعة كبيرة بقى مش جامعة بيدياتريكس، جامعة الكبيرة هي أعلى واحدة فيهم، واتنشر في أكتوبر يعني بعد البحث اللي فات بشهر 28 أكتوبر 2021 برضو في نفس القصة، المرة دي اتعمل في اسكتلندا وكان على كل اللايف بيرث اللي اتولدوا في اسكتلندا من 2007 ل 2017 خلال 10 سنين كان حوالي 435,000 ديليفري، وده طبعا عدد أكبر من كل الأبحاث اللي فاتت، والنتيجه بتاعته ان قالوا لا يا جماعه الابيديورال انالجيزيا از نوت اسوشيتد ويز ادفيرس اد ايميديت اور لونج تيرم اوف سبرينج اوتكمز، فده البحث اللي هو رجع تاني عاكس الموجه. اخر بحث في الموضوع البحث الرابع وهو اكبرهم وده اتنشر في ديسمبر 2021، ده جاب الداتا بيس بتاع الهول يونايتد ستيتس كل ال 50 ولايه، وكان في 1.6 مليون بيرس جمعوا الداتا من 2005 ل 2015 وده اكتر من ضعفاي كل الابحاث السابقه، وعملوا كوهورت ستادي وبعديها جمعوا الداتا كلها في ميتا اناليسيس يعني مع بقيه الابحاث السابقه، وكمان هم عملوا حاجه جديده ان هم جمعوا من الببليك هوسبيتالز ومن البرايفت سيكتورز
علشان يشوفوا هل في فرق بين التو سيكتورز ولا لا. وحتى هم مسكوا هنا كل الولايات نورث وايست وماوس وويست وساوث وويست وكل الريسز وكل الماتيرنال ايجز كل الحاجات دي عملوا لها اناليسيس سيبريت اناليسيس عشان يدوروا هل ممكن يكون في فاكتور معين او اي كومفاوندر هو اللي بيؤدي الى الريزلت. وكان النت ريزلت بتاعتهم ان اللامبر ابيديورال ممكن فعلا تكون بتزود الريسك بتاع الاوتيزم في النيونيتس. شايفين زي ما احنا شايفين نتيجه الاستادي او الميتا اناليسيس بعد ما جمعوا الكرنت استادي اللي هي اخر سطر مع الاربعه استاديز اللي فاتوا الاثنين الكنديين والاستادي بتاعت كاليفورنيا والاستادي بتاعت اسكتلند. وكان النت ريزلت ان في احتماليه ولو بسيطه ان ممكن يكون بيزود الريسك اوف اوتيزم. الكونكلوجن بتاعهم برضو كان فيري فيري كونزرفاتيف. قالوا ايه؟ قالوا وي كانوت اكسكلود ا سمول انكريز ان ريسك، يعني احتمال يكون في ريسك بسيط، لكن ناخد بالنا ان هي كل دي اوبزرفيشنال ستاديز، لان ما حدش يقدر يعمل ستادي بالشكل ده كار سي تي. ما اقدرش اجيب ناس اقول لهم في حاجه ممكن تعمل ريسك على البيبي واحنا هندخلكم بحث تعملوها ولا ما تعملوهاش، كل الناس هترفضها. بس هم بيعتبروا ان اللامبر ابيديورال دي ستاندرد اوف كير دلوقتي في بلاد كتيره. رجعوا بعد كده قال لك given that the child birth is typically the most painful moment in women's life، فاحنا ما نقدرش لسه نحط conclusion solid. والنمبر اللامبر ابيديور او النيورو اكسيال لامبر انالجيزيا is the widely accepted standard for effective and safe labor. بالتالي احنا بنقول ان احنا still reassuring الستات ان هم اخدوا هم والهيلث كير براكتيشنرز. يا رجاء نقفل يا جماعه المايكس، انا لما باجي احاول اقفل المايك بفصل المايك عن دم. نغلق المايكس ارجوكم يا جماعه، رجاء يا جماعه نقفل المايك ارجوكم. عارف ان كده كانت بتضحك ياسمين والله والله. دكتوره مي ودكتوره مي دكتور احمد اسامه، ما هو انت كو هوست انت عاملينه ميوت، عامله ميوت من عندي. طيب. بس انا برضو عندي ميوت اول. اوكي خلاص ماشي ممكن. ماشي طيب انا هكمل. ستيل الايفيدنس يا جماعه مش قوي ان احنا نقول ما نديش لامبر ابيديورال عشان ما حدش يفهمني غلط، لكن احنا بنقول احنا عايزين نوصل لكم العالم بيفكر في ايه. يعني دي قصه اتعمل فيها اربع ابحاث اتنشروا في جامعه في 2021 وواصلين لاخر بحث فيهم 1.6 مليون بارتيسيبنت اتعمل عليها ميتا اناليسيس. فاحنا عايزين نبقى في زي نوع من ان احنا متابعين قوي ايه اللي بيحصل في العالم حوالينا. رجائي تاني كل واحد يتاكد ان المايك مقفول علشان ما يحصلش ديستربنس تاني. انا خلصت اول جزء اللي هو الاربع ابحاث الخاصين باللامبر ابيديورال والاوتيزم في النيونيتس. الاربع ابحاث او الخمس ابحاث التانيين كلهم بيتكلموا عن قصه تانيه خالص. هل نوع التخدير ممكن يفرق في الكانسر اوتكمز؟ دي حاجه ممكن كلنا اي حد فينا بيشتغل سواء في جوه الحكومه او برايفت بينيم حالات اورام بيخدر حالات اورام، او ممكن يكون يعرف حد عنده اورام بياخد تخدير او حتى بياخد انالجيزيا بياخد اوبيويدز. تاثير الادويه دي على اللونج تيرم اوتكم دي حاجه اوف جريت انترست، لان لقوا اولا الكرنت ايفيدنس بيقول ان الفولاتايل انيثيتكس مي افكت الفانكشن بتاع الكانسر سيلز، مي اتينيويت الناتشرال كيلر سيلز وبالتالي تؤدي الى اميون سبريشن، وممكن تكون بتاثر على الانترلوكينز والتيومر نيكروزس فاكتور. البروبوفول لقوا ان هو عنده انتي ميتاستاتيك افكت للكانسر سيلز. الفيتر برضو عنده فيور بايندينج سايتس، سوري لا دي غلط من السلايد اللي فاتت معلش. في فريكوينت ستاديز عن الاوبيويدز والاذر ايجنتس ايفولفينج ان اديشن تو ذا افكت اوف ذا ريجيونال انستيزيا اون كانسر بروبوجيشن. فاحنا عندنا مشاكل خاصه بالفولاتايل انستيتكس، مشاكل او يعني مميزات عن البروبوفول ان هو ممكن يكون ليه تاثير كويس على الميتاستاسيس بتاع الكانسر سيلز ان هو بيقللها، والاوبيويدز والايه والاذر ايجنتس حتى ايفن الريجيونال انستيزيا ممكن يكون ليها تاثير على الكانسر بروجريشن. المربع بتاع الفيتاس ده غلط، ده غلط في السلايد من السلايد اللي فات.
الأناستيسيولوجي كانوا نشروا قبل كده وده بحث قديم في 2013 ان الايزوفلورين ممكن يكون بينهانس الكانسر جروث. وبعد كده في البريتش جورنال في 2016 اتكلموا برضو عن الايزوفلورين ان هو ممكن يكون بينهانس المالجنانت بوتنشال بتاع جلايوبلاستوما سيلز. وبعديها برضو البي جي اي في 2018 اتكلموا عن تاثير السيفوفلورين على الميتاستاسيس في السمول لونج سيل ادينوكارسينوما والرينال ادينوكارسينوما. كل الابحاث دي تعتبر في الباك جراوند بتاعنا انها بتثير قصه علاقه النوع التخدير او نوع الدراج اللي بنستخدمه علاقته بالاوتكم بتاع الكانسر. وابتدى ينزل حتى ريفيو ارتكلز في انستيزيا انالجيزيا كان بيتكلم ده في 2017 عن علاقه الاوبيويدز بالذات المورفين بالبروجريشن بتاع الكانسر. لقوا ان هو بيعمل اميونو سابريشن وبيعمل تيومر بروجريشن بيعمل تيومر سيل بروفريشن وبينهانس الميتاستاسيس. كل دي تاثيرات للاوبيويدز والمورفين بالذات على التيومر بروجريشن. ارجوكم يا جماعه نقفل المايكس ارجوكم. ايه الجديد في سنه 2021 في هذا التوبيك؟ الجديد اولا في 2019 انستيسيولوجي نشرت بحث مهم قوي عن التوتال انترافينس انستيزيا فيرسس انهاليشنال انستيزيا في البريست كانسر سيرجري. ودي كانت ريتروسبكتيف ستادي على 7700 عيان في اليابان. والمين ريزلت بتاعتها ان ما كانش في اسوسيشن بين نوع التخدير وبين اللونج تيرم بروجنوزيس بتاع البريست كانسر. بعديها انستيسيولوجي في 2021 برضو اتكلمت عن الفولاتايل فيرسس تيفا في الكانسر بروجنوزيس في الدايجستيف كانسر سيرجري على 196 الف عيان في ساوث كوريا. وكان الكونكلوجن برضو ان الريكورنس فري سيرفايفل كان سيميلر. طبعا دي كل دي ريتروسبكتيف ستاديز لكن هي على اعداد كبيره من العيانين. في 2020 اتنشر بحث مهم جدا في البريتش جورنال اوف انستيزيا كان ريتروسبكتيف على 2770 عيان عملوا فولو اب لمده 3 سنين بعد ما عملوا كانسر سيرجري على الرينال سيل كارسينوما. لقوا ان في هاي ريسك اوف ريكيرنس بيحصل كل ما بيزيد المورفين كونسامشن بوست بيري اوبراتيف وبوست اوبراتيف. يعني هنشوف على الكيرف الخط اللي تحت ده اللي هم الهاي ريسك بيشنت كل ما المورفين كونسامشن بيزيد كل ما البريدكتد سيرفايفل او ريكيرنس فري سيرفايفل كل ما البريدكتد سيرفايفل بيقل. وكونكلوجن بتاعهم كان ان في الريديوسد انترا اوبراتيف اوبيويد يوز ووز اسوشيتد ويز امبروف اوفر اول سيرفايفر في الكيدني كانسر سيرجري. وده طبعا كان بحث مهم جدا لان اكثرنا لما بيخطر الحالات دي بيفضل ان هو يدي لونج تيرم اوبيويدز عشان البدائل مثلا زي النون استرويدال ممكن تزود الريسك اوف بليدنج جوه العمليه. ده شخصيا في البراكتس بتاعي. لكن هم قالوا ان الموضوع ده محتاج يبقى كونفيرمد في راندومايزد كنترول ترايلز علشان يفاليديت ذيس اسوسيشن. الحاجه الثانيه الغريبه ان هم لقوا ان في بوتنشال بينفيت من الكيتامين، ان استخدام الكيتامين جوه العمليه ممكن يكون ليه تاثير على البروجريشن بتاع السيلز نفسها البروليفريشن بتاعها والميتاستاسيس. وبالتالي هم بيسجست ان احنا ممكن نستخدم الكيتامين كانالجيزيك وكايجنت ممكن يكون له تاثير لسه مش مؤكد على البروجريشن بتاع الكانسر. الجديد في الموضوع انا كل ده بتكلم عن الباك جراوند وصلنا لغايه 2020. طب في 2021 طلع البحث الاولاني اتنشر في البريتش جورنال اوف انستيزيا كان بيتكلم عن الانترا اوبراتيف اوبيود اكسبوجر وعلاقتها بالتيومر سيرفايفل في العيانين اللي عندهم لونج كارسينوما. دي كانت ريتروسبكتيف ستادي على 740 عيان كلهم ستيج 1 او 2 لونج ادينو كارسينوما. وكان الريزلت ان زياده المورفين كونسامشن انترا اوبراتيفلي بيقلل السرفايفل زي ما احنا شايفين على الكيرف. الاكس اكسس ده المورفين كونسامشن والواي اكسس ده الفايف يير كوسرفايفل. وكان الحاجه اللطيفه الثانيه لو بصينا على الكابلان ماير كيرف الخط اللي فوق خالص ده هو السيرفايفل بتاع العيانين اللي خدوا كيتامين. لقوا ان استخدام الكيتامين بيحسن السيرفايفل عن اللي ما استخدموش اللي هم التو جروبز اللي تحت كانوا البريسيدكس والناس اللي ما خدوش اي ادجوفانت تاني كان السيرفايفل بتاعهم اقل من اللي اخدوا كيتامين. ولذلك كان الكونكلوجن بتاع الاستادي دي ان الانكريز بري اوبراتيف ادمنستريشن اوف اوبيويدز هاز بين سجستد تو بي اسوشيتد ويز increased risk of cancer recurrence.
وان الكيتامين may improve recurrence specific survival في العيانين اللونج كانسر. ده البحث الاولاني اللي بيتكلم عن علاقه انواع التخدير او ادويه التخدير بالكانسر اوتكمز. البحث الثاني اتنشر برضو في البريتش جورنال في 2021 زي ما احنا شايفين، وكان بيتكلم في قصه تانية، علاقه الابيديورال او مقارنه الابيديورال انستيزيا بالانترافينس انستيزيا في الديزيز فري سيرفايفل في الكولو ريكتر سيرجري. ودي كانت الجديد فيها ان هي اول راندومايزد كنترولد ترايل في الموضوع. اغلب الابحاث اللي بتتعامل في الكلام ده عشان بتبقى على مدار سنين طويله وعايزين يجمعوا عدد كبير، فبتبقى ريتروسبكتيف واوبزرفيشنال. فدي كانت ار سي تي، بس طبعا عدد عينيها مش كبير قوي 220، وكان البرايمري اوت كام ديزيز فري سيرفايفل في خلال 5 سنين. قعدوا 5 سنين يعملوا البحث ده، لقوا النتيجه زي ما احنا شايفين ان اللي استخدموا الابيديورال كان عندهم البين اقل، السكورز بتاع البين زي ما احنا شايفينها اللي متعلمه بالاصفر دي اقل من اللي ما اخدوش ابيديورال، لكن ما لقوش ان الابيديورال فرق في الاوتكم بتاع السيرفايفل. يعني هو كان الاسامشن ان احنا لو حطينا ابيديورال ممكن العيان ما يحتاجوش ياخدوا اوبيويدز كتير، وبالتالي ممكن نحط لهم برضو اي في قصدي انهاليشنال قليله، فده ممكن يحسن السيرفايفل. لقوها ما فرقتش في السيرفايفل. البحث رقم 6 او البحث الثاني في الجزء ده اللي هو الكانسر اوتكم تايب اوف انستيزيا او الثالث، كان منشور في أناستيزيا أنالجيزيا في 2021، وهو سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس. جمعوا كل الداتا اللي كانت بتتكلم عن الانترافينس أناستيزيا والانهاليشنال وعلاقتها بالسيرفايفل، حوالي 17 اتكلموا عن الاوفر اول سيرفايفل، 17 بحث و10 ابحاث اتكلمت عن الريكيرنس فري سيرفايفل. وكان النت ريزلت هل ايه كويشن بتاعتهم، كان هل البروبوفول بيزد تيفا ده بيديني بيتر اوتكم عن الفولاتايل أناستيزيا ولا لا. الفايندنجز بتاعتهم كانت فعلا ان البروبوفول بيزد تيفا دي واحده بس عشان ياسمين بعت لي حاجه، مش عارف هل في مشكله في الصوت ولا ايه. لا مفيش حاجه، شكرا ياسمين. ان الفايندنجز كانت ان البروبوفول بيزد تيفا واز اسوشيتد ويز بيتر اوفر اول سيرفايفل ذان الفولاتايل، والميننج زي ما احنا شايفين ان احنا البروبوفول بيزد تيفا مي بي كونسيدرد ذا تكنيك اوف تشويس ديورينج كانسر سيرجري. وانا بالفعل سالت بعض الزملاء اللي شغالين في امريكا وفي انجلترا، قالوا لي احنا فعلا في بعض السنترز الكبيره الخاصه بالكانسر ما بتستخدم التيفا على طول، ما بتستخدمش الفولاتايل ولا تستخدم الاوبيويد في اي كانسر سيرجري. البحث رقم 8 معانا النهارده وهو رقم 4 في التايتل اللي هو تايب اوف انستيزيا اند كانسر اوتكمز، هو سيستماتيك ريفيو كان عن البريست كانسر بالذات والريكيرنس، لان معروف ان البريست كانسر من الحاجات من الكومون كانسر ومن الحاجات اللي ليها فيري فيري كومون ريت اوف ريكيرنس. جمعوا كل الابحاث اللي في الموضوع كانت 24 بحث، لو ان الاستادي سجستد في بوسيبل لينك بين الاوبيويد يوز وبين البروجريشن اوف كانسر او الميتاستاسيس، لكن الكلينيكال ستاديز وبالذات الار سي تيز ديد نوت كونفيرم ذيس فايندينج، كلها لسه ستاديز اوف لو ليفل اوف ايفيدنس، وبالتالي هم بيريكومند ان احنا لا احنا محتاجين نكمل الاوبيويدز عادي في الكانسر سيرجري وخاصه في البريست كانسر سيرجري وفي البين مانجمنت لغايه لما يبقى عندنا لارج ار سي تي توضح لنا حقيقه هذا الاسوسيشن. البحث الاخير اللي هو رقم 5 في هذا التايتل ورقم 9 في الابحاث بتاعتنا، هو اتنشر في البريتش جورنال اوف انستيزيا، وده لسه منشور اول امبارح يعني او يوم 7، يعني انا لسه هو جاي لي على الايميل من يومين فانا زودته على المحاضره النهارده الصبح او امبارح. بيتكلم عن الايفكت اوف اوبيويدز على الكانسر سيرفايفل في العينين اللي عندهم كرونيك بين. القصه ايه؟ القصه هي كيس كنترول ستادي غريبه شويه. هم جابوا عيانين كانوا اوريدي بياخدوا اوبيويدز عشان كرونيك بين وبعد كده اتشخصوا بكانسر، وجابوا ماتشد كنترولز ما كانوش اخدوا اوبيويدز، يعني الكيسز بتاعتهم هم قسموا العيانين لتو جروبس، جروب اللي كانوا اخدوا اكتر من 180 ديلي دوزز بير يير اوبيويدز، الكنترول كانوا اللي اخذوا اقل من 28 ديلي دوزز بير يير من الاوبيويدز، وكان البرايمري اوتكم بتاعهم لونج تيرم سيرفايفل. انا بقول عيانين اوريدي
جالهم كانسر بس كانوا بياخدوا اوبيويدز من قبل الكانسر، على اساس ان هم شايف ان احتمال يكون الاستخدام الطويل الاوبيويدز هبط الاميونيتي فعمل فليرنج اب او سرع من احتماليات ان يحصل مالجنانت ترانسفورميشن في بعض اجزاء الجسم، او هذا مالجنانت ترانسفورميشن ما يلاقيش قدامه اميونيتي تمنعه او تحاربه. الاوتكم بتاعتهم كانت ايه لما قسموا العينين للهاي اكسبوجر ولو اكسبوجر؟ هما طبعا جمعوا، انا اوريكم هنا كل انواع الكانسرز، هيد اند نيك وبنكرياتيك وجاستريك وسوفجيال، كل انواع الكانسر. وكان المين ريزلت بتاعهم زي ما احنا شايفين الاول كول ديس، هتلاقي 50% ديس في اللو دوز، 81% ديس في الهاي دوز اوبيويد يوزر. وده بحث من كتر اهميته، انا يعني هو مش في 2021، هو صراحه 2022 لانه لسه منشور من 3 ايام، بس انا حبيت اضيفه لان هو بيوضح ان في احتمال كبير ان لونج تيرم يوز اوبيويدز يكون بيزود الريسك اوف كانسرز، واكيد وبالتالي لو انا هستخدمه في عين اوريدي عنده كانسر ده ممكن يكون بيسوء البروجنوزس اكتر واكتر. وهنا لما رسموا الكابلان ماير لقوا السيرفايفل بتاع العينين في اللي ما اخدوش اوبيويدز غير الاوبيويدز، هنلاقي ان الاوبيويدز السيرفايفل بتاعهم اقل بكتير بكتير جدا من النون اوبيويدز، والهازارد ريشيو طالع 3.5، يعني تقريبا بيزود الريسك اوف ديس حوالي ضعفين ونص. وكان الكونكلوجن ان اللونج تيرم اوبيويد انالجيزيك يوز بيفور كانسر دايجنوزيس مايت بي اسوسييتد ويز بور سيرفايفل ان بيشنتس ويز كانسر. هما يعني انا قلت اجيب لكم بعض التفسيرات اللي هم كاتبينها في البحث، ان ممكن يكون الاستخدام الاوبيويدز بينهانس الكارسينوجينيسيس، بيعمل تيومر اسكيب فروم ذا اميون سيستم او الكانسر جروس وكانسر ميتاستاسيس، ان هو كمان ممكن يكون بيبروموت الكانسر ستيم لايك تريتس اند ايبيثيليال ميزينكيمال ترانزيشن. خلصنا كده الجزء الثاني من المحاضره، وهو العلاقه الاوبيويد او الاناثيتيك ايجنتس بالكانسر سيرفايفل. يعني لو نلاحظ احنا الناس بره لما بتتكلم دلوقتي بتتكلم في ميجور اوتكمز، علاقه التخدير بالمورتاليتي، علاقته بالاوتيزم، علاقته بالكانسر اللونج تيرم او سيرفايفل او الميتاستاسيس. طيب الجزء الثالث هم بحثين كبار قوي، علاقه برضو نوع التخدير بالاوتكمز في الهيب فراكشر سيرجري، وده عمليه فيري كومن بتتعمل تقريبا في 1.5 مليون بير يير، فهي من العمليات المهمه جدا لان بنشوفها كتير. عليها بحثين، البحث الاولاني اسمه ريجين ستادي 12 في نيو انجلاند جورنال في نوفمبر 2021. ريجين ستادي ده اختصار لريجونال فيرسس جنرال انستيزيا فور بروموتينج اندبندنس افتر هيب فراكشر، ده بحث اتعمل في امريكا وكندا، كان مالتي سنتر ستادي 1600 بيشنت اكتر من 50 سنه. البرايمر اوتكم كان ديس او ان ابيليتي تو امبيوليت بعد 3 مترز افتر 60 دايز، يعني بمعنى اخر هو شاف لو اي عيان بعد 60 يوم مش قادر يتحرك 3 متر او مات، اعتبر ان البرايمر اوتكم ده حصل عنده. البحث الثاني 12 في جاما وبرضه في 2021 واسمها الراجا ستادي، الراجا دي اختصار للريجنال اناثيزيا فيرسس جنرال اناثيزيا، بس كان البرايمري اوتكم بتاعهم بيتكلم عن الديليريوم، واخدوا عيانين سنهم اكبر شويه، سنهم اكتر من 65 سنه، وكانوا 950 عيان، برايمري اوتكم بتاعهم كان الانسيدنس اوف ديليريوم وذين 7 دايز. هنلاحظ ان البحث بتاع نيو انجلاند هو عدد عينينه اكبر لكن سن بتاعهم اصغر اكتر من 50 سنه، والبرايمر اوتكم بتاعهم ديث مش ديليريوم. نمسك البحثين ونشوف نتائجهم. البحث الاولاني بتاع نيو انجلاند المين اوتكم بتاعه اللي هو الديث او الابيليتي تو ووك ما كانش فارق، هنلاقي الانسيدنس هنا 18.5% وهنا 18% بتوين ذا تو جروبز اللي هم السباينال والجنرال انستيزيا. لما اتكلموا في الديث وذين 60 دايز برضه الفرق مش كبير، 3.9% وهنا 4.1 يعني تقريبا 4% مورتاليتي، والانابيليتي تو ووك برضه كان 15 او 14%، والديليريوم برضه كان 20% في التو جروبز. ويعني كان الكونكلوجن بتاعهم ان مفيش فرق كبير بين السباينال والجنرال انستيزيا في الهيب سيرجري في الاولدر ادلت. انا شخصيا مش مقتنع قوي بالريزلت دي، وبعت ليتر للمجله اعترض، لان انا كنت شايف ان انت مفيش علاقه بين الانابيليتي تو ووك والديس، يعني ليه حطتهم مع بعض عشان تطلع لي انسيدنس 18% عشان تعمل سامبل سايز قليل؟ انت لو كنت عملت البرايمر اوتكم بتاعك ديس والمورتاليتي عندك 4%
ده محتاج عدد كبير جدا من العيانين عشان تبين فرق. يعني احنا اوريدي البرايمر اوتكم كان المفروض يكون ديس فقط وليس ان ابيليتي تو ووك، او لو هتعمل ان ابيليتي تو ووك ده ملوش علاقه اصلا بنوع التخدير، خد سباينال ولا جنرال. لكن يعني هو خلاص يعني بحث كبير وفي مجله كبيره، وبيقول لك ما تخافش لو انت يعني قدامك عيان هتدي له جنرال في هيب سيرجري لا تقلق كثيرا من اللونج تيرم اوتكمز، حسب الكلام اللي هم ناشرينه في نيو انجلاند. طيب البحث الثاني بتاع الجاما كان بيتكلم في قصه ثانيه، بيتكلم في الديليريوم، وزي ما قلنا هي مالتي سنتر ستادي 950 عيان معموله في الصين، وكان برضه النت ريزلت بتاعتهم ان 6% و5% الديليريوم اللي هو مش فرق كبير، البي فاليو 0.6 which is not significant، وكان الكونكلوجن بتاعهم ان مفيش فرق ان الريجول اناثيزيا وزود سيديشن ما اثرتش في الانسيدنس بتاع الديليريوم، لكن ناخد بالنا ان هي ريجنال اناثيزيا وزود سيديشن، يعني ما عاش ولا دورميكا ولا بروبوفول ولا اي نوع من السيديشن. نقطه تانية تعليق ليا خاص بيا على البحث بتاع نيو انجلاند، اللي يبقى عندي فرق 1% في المورتاليتي، هو صحيح فرق مش سيجنيفيكانت لما يبقى عندي 2000 ولا 3000 عيان، لكن لو بتكلم في عمليه فيها مليون او مليون ونص بني ادم بيعملوها في السنه، ممكن الفرق ال1% ده بيكفي معناه 10000 عيان which is significant. ندخل على الجزء التالي من المحاضره، البحث رقم 12، هو بيتكلم في الاوبستاتريك اناثيزيا، وهو بحث بسيط شويه بقى، مش بيتكلم في ميجر اوتكمز زي الابحاث اللي فاتت. هو بحث 12 في اناثيزيا انالجيزيا في 2021، بيتكلم عن جرعه السباينال اناثيزيا اللي بنديها وعلاقتها بالهايبوتنشن، لان احنا كتير جدا انا يوميا بقابل في البراكتس بتاعي او لما بتكلم مع الزملاء ان في كتير قوي بيدوا جرعات عاليه ويقول لك اصل الماركين ما بيشتغلش واحنا اقل من كده مش هينفع ندي وكلام من ده. فهم السيستماتيك ريفيو ده جاب 15000 سيزيريان ديليفري، عمل لهم سكريننج وصلوا في الاخر ل 8000، وكان الهايبرباريك بيوبيفاكين الدوز بتاعته ما بين 5 و15 ملي جرامز، ولقوا ان الكات اوف فاليو بتاعتهم 10 ملي جرام اللي هو يعني 2 سنتي ماركين. الرقم ده هو اللي اكثر منه الهايبوتنشن تقريبا بيبقى 75% زي ما انتم شايفين على الكيرف، اقل منه الهايبوتنشن بيبقى اقل بكثير. وبالتالي الفايندنجز بتاعتهم ان البيوبي فاكين دوز شود نوت اكسيد 10 ملي جرامز، لان هي دي اللي ووز اسوشيتد ويز لوور انسيدنس اوف سباينال هايبوتنشن. والميننج بتاعها ان انت برضو خد بالك ان ستيل حتى مع اللو دوزز انت عندك في هايبوتنشن، وبالتالي ات از ريكومندد ان انت تستخدم فازوبريسورز ريجاردلس اني دوز يو يوز، you should use prophylactic vasopressors عشان بدل ما الهايبوتنشن يحصل معاك في 70-80% من العيانين يحصل معاك في 20-30%، وكمان هتافويد السيفير هايبوتنشن. يعني انت ما تستخدم prophylactic vasopressors whatever بقى الفازوبريسور، افيدرين بفنايل افرين نور ابينفرين، هتستخدم بولس، هتستخدم انفيوجن، ايا كان البروتوكول اللي هتستخدمه، لو انت بتعمل prophylactic vasopressor قبل ما يحصل هايبوتنشن مش هتشوف الضغوط اللي هي ال 60-20 وال 50-20 والارقام دي. يوم الضغط يوطى معاك هتلاقيه بقى 90-60، يوم ياخد بولس كمان يظبط معاك. وعلى فكره فيري فيري هاي اسوسيشن بتوين الماتيرنال هايبوتنشن خاصه السيفير وما بين النيونيتال اوتكمز، دي باي ايفيدنس بس ده مش وقته. فده البحث اللي اتكلم عن الاوبستاتريك اناثيزيا، جبت لكم بحث بيتكلم عن الدوز بتاع الماركين على اساس ان هي حاجه ان اور ديلي براكتس بنستخدمها. هندخل على البيدياتريك اناثيزيا في بحث لطيف 12 في الاوروبيان جورنال، هو البحث رقم 12 معانا، هو بيتكلم عن البيب ديورينج اندكشن اوف اناثيزيا. يعني انت بعد ما بتدي تخدر قبل ما هتحط الانبوبه في دقيقتين او ثلاثه انت بتعمل بوست بريشر فنتيليشن، هل استخدم بيب ولا ما استخدمش؟ فدي عملوها، هي طبعا بتستخدم اتيز ريكومندد تو بي يوزد ان ادلت، الريكومنديشن بتقول وانس العيان فقد الكونشسنس مجرد ما خد مثلا البروبوفول 20-30 ثانيه غمض عينه هبتدي احط له الماسك على وشه ولازم يبقى معايا بيب، ده ريكومنديشن. لكن في الاطفال ما كانش حد عارف، فالبحث الصيني ده عملوا حاجه غريبه جدا، هم عملوا اناثيزيا اندكشن مده دقيقتين وادوا نيورو ماسكولار بروكر اللي هو روكورونيوم، وعملوا ميكانيكال فنتيليشن لمده 3 دقائق، يا اما مجموعه عيانين اتعمل لهم بيب 7 يا اما بيب 0 لمده 7 لمده 3 دقائق. بعد كده هم عملوا اندوتراكيال انتيوبيشن بس سابوا العيان ما وصلوهوش على الفنتليتور، يعني هم سابوا العيان ابنك
بعد الانتيوبيشن طبعا هم ما كانش ينفع يسيبوه ابنك من غير انتيوبيشن، لان هو انت لما وجود الانبوبه بيامنك ان وانس الساتوريشن نزل انت هتوصل على طول التيوب للفنتليتور، فالساتوريشن هيرفع معاك. وحسبوا التايم اللي العيان اخده لغايه ما يبتدي الساتوريشن يوصل ل 95%، يعني هم مسكوا الماسك لمده 3 دقائق وعملوا بيب او ما عملوش بيب على حسب الجروب، وبعدين حطوا الانبوبه وسابوا العيان، قال لك احنا هنسيبه مش هنفنتله ونشوف هيبتدي الساتوريشن ينزل بعد فتره قد ايه. وبعد ما وصلوه للفنتليتور قاموا عاملين له لانج التراساوند كمان انتيريور وبوستيريور عشان يشوفوا اللانج اتيليكسس. طبعا الاستادي فيها بعض الريسك، بس هما بره اللي بيعملوا ابحاث من النوع ده بيبقوا واخدين كونسنت من اهل الطفل ان هو عارف ان هو هيعرضوه لفيري فيري مايلد هايبوكسيا لمده ثواني. النتيجه كانت ايه؟ ان الابنيا تايم في الجروب اللي اتعمل له بيب كان 105 ثانيه، في حين ان هو كان 92 ثانيه في الكنترول جروب، يعني في حوالي 15 او 13 فرق ثانيه فرق في الابنيا تايم، يعني العيان اللي اتعمل له بيب قعد فتره اطول قبل ما يبتدي يحصل له دي ساتوريشن. ولو كمان في اللانج التراساوند كل السكورز اللي طالعه اقل في الجروب اللي اتعمل له بيب عن اللي ما اتعملوش بيب، والبي فاليو طالع بتاعي سيجنيفيكانت، which means ان البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر ديورنج انستيزيا اندكشن وذ فيس ماسك بيزود النون هايبوكسيك ابنيا تايم ان انفنتس. وبناء عليه it is desirable ان احنا ونحن بنعمل اندكشن وبانستيزيا في اي عيان ايفن لو كان انفنت اقل من سنه ان احنا نعمل له بيب اثناء الاندكشن. طيب بعد كده المجموعه اللي قبل الاخيره من الابحاث، انا عندي اربع ابحاث في البليدنج وريسستيشن، وبعد كده في اخر مجموعه اللي هي علاقه التخدير في النيونيتس وفي اثناء الفولف بريجننت بالاوتكم بتاع التشيلدرن بعد كده في المستقبل. هبتدي في النقطه بتاعه البليدنج والريسستيشن، عندي اربع ابحاث في البليدنج والريسستيشن مهمين 12. هنبتدي الاول بالترانكزيميك اسيد. هجيب لكم باك جراوند ابحاث اتكلمنا عنها قبل كده، ان الترانكزيميك اسيد في استادي كبيره قوي اتنشرت في 2010 كان اسمها كراش استادي، كانت بتتكلم عن استخدام الترانكزيميك اسيد في عينين التروما، وكان الريكومنديشن بتاعها ان هي بتقلل المورتاليتي في عينين التروما لو اتاخد العيان 1 جرام اول ما يدخل المستشفى او حتى في عربيه الاسعاف بتقلل المورتاليتي والبليدنج في عينين التروما. دي كان اسمها كراش تو استادي. بعديها اتنشرت الاستادي اللي اسمها كراش 3 اللي هم برضو جربوا الترانكزيميك اسيد اللي هو الكابرون في العيانين اللي عندهم اكيوت تروماتيك برين انجري، وكان برضو شايفين ان هو ليه افكت كويس جدا في العيانين دول، لدرجه ان بعديها نزلت في جايد لاينز، وطبعا في كل جايد لاين بيحصل لها ابديت بيبقى بتنزل نفس الستيتمنت ان وي ريكومند استخدام الترانكزيميك اسيد في العيانين اللي هم البليدنج وفي عيانين البرين انجري، الاثنين هاي او يعني هاي تو مودريت ليفل اوف ايفيدنس. فالمفروض ان الجايد لاينز بتاعتنا اللي هي اخر حاجه اللي منشوره في اكتوبر 2021 زي ما انتم شايفين على الشاشه ان التراكزيميك اسيد ده اسينشال في عينين التروما. بعد كده طلع الوومن ستادي اللي هي الورلد ماتيرنال انتي فايبرينوليتيك ستادي اللي هي جربت الترانكزيميك اسيد في العيانين البوست بارتم هيموريدج، لان هو برضه بتقلل المورتاليتي في العيانين دول، لذلك الجايد لاينز اللي نزلت برضه قال لك وي سجست اليوز بتاع الترانكزيميك اسيد في عيانين البوست بارتم هيموريدج. لغايه دلوقتي حلو، كل ده كلام قديم، ايه الجديد بقى؟ الجديد عندنا اول حاجه الترانكزيميك اسيد في الاوبستاتريك، ثاني حاجه الانترا ماسكولار ترانكزيميك اسيد في التروما. نبتدي بالاوبستاتريك. الترانكزيميك اسيد فور بريفنشن اوف بلاد لوس افتر فاجينال ديليفري، البحث ده بحث كبير جدا اتعمل في فرنسا واتنشر في نيو انجلاند جورنال، ده كان في 2018، كان اسمه التراب ستادي. التراب دي اختصار لترانكزيميك اسيد فور بريفنشن اوف بوست بارتم هيموريدج في الفاجينال ديليفري. طبعا الاستادي اللي اتنشرت زمان بتاعت الوومن ستادي اللي هي كانت في لانست كانت بتتكلم عن العينين اللي عندهم بوست بارتم هيموريدج، لكن هنا قال لك طب انا اجرب اديه لكل الستات اللي بتولد علشان امنع حدوث البوست بارتم هيموريدج. الكويشن اللي في الاستادي كان هل بروفيلاكتيك ترانكزيميك اسيد بيمنع البوست بارتم هيموريدج لو اديته روتين بعد كل نورمال ليبر؟ الديزاين بتاعه كان راندومايز كنترول ترايل على حوالي 4000 وومن بيولدوا. انترفينشن كان انك تدي 1 جرام ترانكزيميك بعد الدليفري بدقيقتين او تدي بلاسيبو، والاوتكمز كانت بوست بارتم هيموريدج
او اللي هو كانوا عارفينه كبلاد لوس اكتر من 500 ملي لترز، والكونكلوجن بتاعه كان ان الترانكزيميك اسيد ديد نوت ديكريز ذا انستنس اوف برايمري اوتكم، يعني مش فارقه قوي ان انا ادي عيانين كل عيانين اللي بيولودوا اديهم ترانكزيميك اسيد، مش هيفرق قوي في البليدنج لوس. طيب البحث بقى الجديد اللي في 2021 سموه تراب 2، اللي فات كان اسمه تراب 1. طب ايه بقى تراب 2؟ ده كان برضو ترانكزيميك اسيد فور بريفنشن اوف بوست بارتم هيموريدج، لكنه في السيزيريان ديليفري وليس في النورمال ليبر، وبرضو البحث عملوه نفس المجموعه الفرنسويين، وكان الكويستشن بتاعه هل بروفيلاكتيك ترانكزيميك اسيد بيبريفنت البوست بارتم هيموريدج افتر سيزيريان ديليفري لو اتاخد روتينلي في كل قيصريه. الديزاين بتاعنا برضو راندومايز كنترول دو مالتي سنتر على 4000 عيانه، عملوا سيزيريان ديليفري وكان الجيستيشنال ايدج في كل العيانين فوق 34 ويكس. الانترفينشنز كانت 1 جرام ترانكزيميك بعد كورد كلامبنج مباشره او بلاسيبو. الاوتكمز كانت بوست بارتم هيموريدج وكانوا معرفينه يا اما بلاد لوس اكتر من 1 لتر يا اما العيانه احتاجت تاخد دم. والريزلتس بتاعتنا كان البوست بارتم هيموريدج كان اقل، يعني كان هنا 26% في اللي اخدوا ترانكزيميك اسيد، واللي ما اخدوش كان 31%. الكالكوليتد الكلينيكال سيجنيفيكانت ما كانش فارق كتير، كان هنا 13 وهنا 14%. ناخد بالنا في فرق بين بوست بارتم هيموريدج اي عيانه خارت اكتر من 1000، لكن الكلينيكال سيجنيفيكانت يعني عيان بقى على يعني حسب الهيلث كير بروفايدر شايف ان هو كان سيريس بليدنج، فهو ما قللش قوي الفرق السيريس بليدنج، لكن هو عموما قلل البلاد لوس وقلل نيد فور بلاد ترانسفيوجن. ويعني طبعا الفرق في البلاد لوس لما جمعوا كل العيانين ما كانش كتير، كان هما فرق 100 سنتي بين اللي خدوا واللي ما خدوش، لكن على الاف العيانين في بعض العيانين فرق معاهم يعني كان الفرق بين التو بين 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 اللي خدوا واللي ما اخدوش الترانكزيميك اسيد كان سيجنيفيكانت. الهيموجلوبين ديفرنس كان برضو مش الفرق مش كبير قوي، كان هنا نيجاتيف 1.2 هنا نيجاتيف 1.4. والحاجه اللي برضو لاحظوها كانت ان الفوميتنج والنوزيا كانت اعلى بكتير في اللي اخده ترانكزيميك اسيد، يعني هنا 43% في اللي اخده في حين ان هو 36% في اللي ما اخدوش. الكونكلوجن بتاعهم كان ان استخدام الترانكزيميك اسيد بروفيلاكتيكلي يعني روتين مع طبعا وجود يعني بابال او سينتوسينون كان بيقلل السيجنيفيكانت ريزلتد ان سيجنيفيكانتلي لوور انسيدنس اوف كالكيوليتد استيميتد بلاد لوس اكتر من 100 من 1 لتر، لكنه ما فرقش في الهيموريدج ريليتد سكندري اوتكم زي ما قلنا ان الميجر او السيريس بليدنج ما كانش فارق كتير. طب احنا نطلع بايه من الاستادي؟ يعني انا رايي ان احنا وي شود كونسيدر ان احنا نستخدمه، خاصه لو انا في مكان انا حاسس ان الهيموستيزيس جراحيا مش كويس قوي او ان العين هاي ريسك او ان انا مش هقدر لو احتاجت دم اجيبه، يعني مش هيخسرني حاجه، يعني بيزود الريسك اوف نوزيا فوميتنج، يعني مش لازم استخدمه روتين في كل العينين بس ات شود بي كونسيدرد ان بعض السيلكتد كيسز. طيب النقطة الثانية في الترانكزيميك أسيد، خلصنا الأوبستاتريك، حتة الانتراماسكولار ترانكزيميك أسيد في التروما. إيه الموضوع بقى؟ البحث رقم 15 معانا. البحث ده 12 في البي جي إيه في 2021 عن الفارماكوكاينيتكس أوف انتراماسكولار ترانكزيميك أسيد إن بليدنج تروما بيشنتس. الباك جراوند بتاع الموضوع إن إحنا زي ما جبنا من الأول إن الكراش ستادي، كراش 2، كراش 3 والهومان ستادي إن الترانكزيميك أسيد إز هايلي ريكومندد إن تروما بيشنت، وإنه لازم يكون متاخد إيرلي، لأن الكراش ستادي لو إحنا شرحناها قبل كده في محاضرة سابقة في ستاب جروب أناليسيز، لو إن هو لما بيتاخد في أول 3-4 ساعات هو ده فعلا اللي بيفرق، بعد كده ممكن بالعكس يكون تأثيره مضر مش مفيد، فهو لازم يتاخد إيرلي. في many settings it is not possible to secure IV line early. لو انت بتتكلم في عيان مثلا في مكان عربية الاسعاف اتأخرت، او هو لما راح مكان ما كانش لسه في حد equip، او لو بنتكلم في major accident وعينين كتير داخلين في كاتاستروف مش ملحقين عليهم ان احنا نركب لهم IV lines. هل السؤال بقى هل الترانكزيميك اسيد ممكن ساعتها ندي انتراماسكولار وخلاص؟ لان لو هدي انتراماسكولار حليت مشكله كبيره، اي حد ممكن يديه، اي واحد هيشوف العيان هيجيب 1 جرام ترانكزيميك اسيد ودي العيان عضل. فعملوا البحث ده، كان الكويستشن اللي عايزين يدوروا عليه وات از ذا فارماكوكاينيتك بروفايل اوف انتراماسكولار ترانكزيميك اسيد في البليدنج تروما بيشنتس. الديزاين كانت اوبن ليبل فارماكوكاينيتك ستادي، جابوا 30 بليدنج تروما بيشنت، ودي طبعا حاجه صعبه
عشان تدخل عيان وجاي في حادثه وفي تروما وبليدنج وتاخد منه كونسنت عشان تدخله بحث، دي حاجه في منتهى الصعوبه، لذلك عدد العيان مش كبير قوي. الانترفينشن كان ايه؟ طبعا هما ما يقدروش يخالفوا الجايد لاينز، يعني ما يقدرش يجي في بحث عيان جاي في تروما ويقول انا بدل ما اديله الكابرون في الوريد هديهوله عضل كده، انا باخد ريسك على العيان عشان خاطر بحث، دي ما ينفعش تعمل في هيومنز، ممكن تعمل في انيمالز. لكن هم قالك انا همسك العصايه من النص، انا هدي ال1 جرام ترانكزيميت اللي هو بتاع الجايد لاينز هدوه او اديه اول ما اشوف العيان، سواء بري هوسبيتال او اون هوسبيتال هياخده عادي، ركب له كانيولا وتدي له 1 جرام، وبعد 90 دقيقه السكند دوز لو احتاجها هديها له عضل، واشوف بقى الفارماكوكاينيتكس بتاع الجرعه الثانيه. الاوتكمز كان ايه؟ ان هم قاسوا السيرم ليفل بتاع الترانكزيميك اسيد بعد 10 دقائق من الانترافينوس، بعد كده بعد ربع ساعه من الاي اي ام، وبعد 45 و90 و3 ساعات و6 و10، بحث في منتهى التعقيد. الريزلتس بتاعته هم هنا حطوا كل العيانين ال30 عيان، كل كيرف من ده يمثل عيان، جابوا ال30 عيان ورسموا الفارماكوكاينيتيك الليفل بتاع الترانكزيميك اسيد جوه الدم، لقوا ان هو شايفين المربع الاصفر اللي بيظهر ده انه within 15 minutes الليفل بتاعه بيوصل للثيرابيوتيك ليفل، وبالتالي قال لك it is very beneficial ان انا ممكن ادي العيان الترانكزيميك اسيد اي ام، لان هو بيوصل للليفل بتاعه within 15 minutes، مش فارق كتير عن الانترا فينس. ولذلك الكونكلوجن كان in bleeding trauma patient الاي ام ترانكزيميك اسيد از ويل توليريتد اند رابيدلي ابزوربد. طبعا الموضوع فيه كلام كتير والبحث فيه حاجات معقده كتيره، لان هو الفارماكوكاينيتيك بروفايل ده فيري كومبليكيتد، غير ان هم دول بليدنج تروما بيشنتس لكن ما كانوش شوكد، هل لو كان عن شوكد مثلا هيبقى الابزوربشن زي اللان شوكد ولا لا، كل الحاجات دي ما اظهرهاش البحث. لكن الخلاصه ان الامبليكيشنز بتاعتنا ان لما يبقى عندي كل سنه في 5 مليونز بيموتوا من الانجري، وال90% منهم للاسف في اللو والميدل انكم كونتريز، و80% منهم بيموتوا قبل ما يوصلوا المستشفى، يبقى لما يبقى انا اوصل للناس ممكن ندي الترانكزيميك اسيد عضل، مش لازم استنى حد يكون بيعرف يركب كانيولا، ممكن الفيرست ريسبوندر لو كان تريند. طبعا في كلمه فيرست ريسبوندر ده ديفينيشن موجود بره مش موجود عندنا، يعني اللي هو اول واحد بيشوف العيان بعد الحادثه، المفروض الناس كلها بتبقى مدربه على الريسستيشن، حتى الناس العاديه اللي مش دكاتره، يقول لك حتى ايفن الدرايفرز، حتى ايفن الاوفيسرز، حتى ضابط المرور اللي واقف لوقت الحادثه ممكن على طول يقوم مطلع من شنطه من عربيه الاسعاف او من شنطه الاسعاف يقوم مطلع منها الترانكزيميك اسيد ويقوم مديه للعيان. فهم شايفين ان انا ممكن اسيف لايفز بهذا الانترفينشن، لان انا بتكلم في حاجه 5 مليون بيموتوا منها، و90% منهم في البلاد اللي هي الاسعاف ما بيوصلش للمريض بسرعه، وممكن يروح المستشفى يتاخر في دخولها او عبال ما يوصل المستشفى ياخد وقت، فممكن الحاجه دي تكون لايف سيفنج. خلصنا ابحاث البليدنج ريسستيشن، فاضل بحث واحد بيتكلم في الريسستيشن بقى في الفلويدز الستارش كولويدز. والستارش كولويدز دي طبعا قصه كبيره جدا مش هقدر احكيها بالكامل، انا بس هديكوا فلاش باك على بحثين مهمين جدا في الستارش كولويدز اتنشروا في العشر سنين الاخيره. البحث الاولاني كان اسمه 6 اس ستادي، 6 اس دي كان اختصار لاسكندنيفيان اسكندنيفيان ستارش فور سيفير سيبسيس اند سيبتك شوك. مش هتكلم عنه بالتفصيل، هو بحث يعني مش حديث، ده بحث ده منشور في 2012، بس هو كان بحث كبير في نيو انجلاند في السيبتك شوك بيشنتس، وكان بيقارن الستارش كولويدز باللاكتيتد رينجر، ولقى ان الستارش كولويد بتزود المورتاليتي في الكريتيكال ايل بيشنت اللي عندهم سيبسس. البحث الثاني كان اسمه شيست ستادي واتنشر في نفس السنه اللي هي 2012. الشيست دي كان اختصار لكولويد فيرسس هيدروكسي ايسايل ستارش ترايل، ودي كانت استادي اكبر على 7000 كريتيكال ايل بيشنت زي ما احنا شايفين، وكان الاوتكم بتاعها مورتاليتي، وكانوا بيقارنوا الريسستيشن ويز ستارش كولويد اللي هو الفولفين قصاد نورمال سالاين، ولقى ان الستارش كولويد ما فرقتش في الاوتكم لكنها زودت الاكيوت كيدني انجري في الكريتيكال ايل بيشنت. بعد البحثين الكبار اللي هم الشيست ترايل وال6 اس ترايل لما اتنشروا، اليوروبيان ميديسن ايجنسي recommended suspension لاستخدام الستارش كولويدز خاصة في الاي سي يو. السسبنشن ده كان 14 جون 2013، وطوال السنين اللي فاتت احنا بطلنا تماما مفيش ستارش كولويد بيتاخد في اي عيان سيبسس
ولا اي عيان كريتيكالي ايل، لكن كنا ستيل بنستخدمه في العمليات في حالات البليدنج او حالات التروما وزاوت سترونج ايفيدنس. ما كانش عندنا ايفيدنس يقول انه مضر ولا ايفيدنس يقول انه هو مفيد. السيرفايفنج سيبسيس كامبين جايد لاينز برضو كان لما اتكلمت عن الستارش كولويد قالت ان وي سجست يوزنج البومين في العينين اللي بياخدوا لارج فوليوم اوف كريستالويد، ده الكولويد الوحيد اللي ممكن يستخدم في السيبسيس، لكن وي ريكومند اجينست ذا يوز اوف ستارش واجينست ذا يوز اوف جيلاتين في عيانين السيبتك شوك. طيب ايه الجديد بقى؟ احنا خلاص اللي احنا عرفناه ان الستارش كولويدز should not be used في عيانين السيبسيس والكريتيكال ايل بيشنتس. ايه الجديد؟ الجديد اللي في البي جي اي في 2021 نشروا سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس عن السيفتي بتاع الستارشز في السيرجري والتروما. جمعوا كل الراندومايزد كنترول ترايلز، كانوا حوالي 88 بابليكيشن او 90 بابليكيشن في السيرجري وفي التروما، وكان اجمعوا بقى الريزلتس بتاعتهم على كل الاوتكمز الممكنه. فالاوتكم الاولاني كان الفريكوانسي بتاع الرينال ريبليسمنت ثيرابي، مفيش فرق في الرينال ريبليسمنت ثيرابي بين اللي اخذوا ستارش واللي ما اخذوش. طبعا لو بصينا على الدايموند اللي تحت دي هنلاقي ان في ترند ناحيه ان التترا ان ستارش ممكن تكون بتعمل كرينال انجري، لكن طالما قطعت الخط اللي في النص اللاين اوف نو ديفرنس يبقى الريزلت بتاعتي نوت سيجنيفيكانت. النقطة الثانية الفريكوانسي بتاع اللوس اوف كيدني فانكشن برضو ما كانش فيه فرق. هبص على الدايموند دي هلاقي قطع الخط، يعني الستارش او النو ستارش ما كانش فيه فرق كبير بينهم في اللوس اوف كيدني فانكشن. الاوتكم الثالث كان اليوز اوف فازوبريسور، كان بقى هنا بيقول ان الستارش كولويدز بتقلل النيد فور فازوبريسور، وهنلاقي فعلا الدايموند هنا موجودة تحت على الشمال، يعني بتفيفر استخدام التترا ستارش. الاوتكم الاخير كان اللينس اوف ستاي، برضو there is no difference in the length of hospital stay. وبالتالي الكي بوينتس كان ان الكولويدز بتقلل انترافينوس انفيوجن فوليوم ريكويرمنت، وان هي it is safe لو استخدمت في الكوريكت كونتكست، it is safe in terms of risk of renal dysfunction. وده بيقول لنا يعني ان انت it is not harmful، ان انت لو مسنوق في العمليات وعيان بينزف ولسه الدم ما جاش او مش عايز اديله دم كتير او حاسس ان هو مش ماسك معاك ضغط وفي فازوبريسورز، انك لو استخدمت ستارش كولويدز ات مايت بي بينيفيشال، وكمان مش بتزود الانكريز بلاد لوس اللي هو كان برضو ديبيت ان هي ممكن تكون بتعمل كواجلوباسي. خلصنا الجزء اللي فات اللي هو الريسستيشن والبليدنج. اخر جزء معانا هم ثلاث ابحاث، ودول انا هقولهم في اختصار شديد عشان ما نطولش عليكم. أناثيزيا during pregnancy and infancy. لو نلاحظ أنا حاولت أن أنا أصحصح الناس وأوريهم العالم بيفكر في إيه، بيفكر في علاقة التخدير بالأوتيزم في النيونيتس، علاقة التخدير بالريكارنس في الكانسر، علاقة التخدير باللونج تيرم مورتاليتي أو الديليريوم في الهيب فراكشر. هنا برضو بيتكلموا في major outcomes، هل التخدير للحوامل أو لو للأطفال في السن الصغيرة جدا في أول أسبوعين ثلاثة أول شهر، هل ده ممكن يأثر على الديفلوبمنت بتاع البرين؟ البحث الاولاني اتنشر في البي جي اي في 2021 كان بيتكلم عن الانفكت اوف جنرال انستيزيا ديورينج بريجننسي على النيورو كوجنيتيف ديفلوبمنت اوف ذا فيتس. ما كانش فيه طبعا كلينيكال ستاديز في الموضوع ده، هي كلها بري كلينيكال يعني انيمال ستاديز. فهم جمعوا 65 ستادي في مختلف الانيمالز، يعني في ماوس وفي رات وفي رابت، وجربوا كل الايجنتس. لقوا زي ما انتم شايفين الخط السان بوكس او الدايموند اللي على الشمال دي معناها ان الانستيزيا بتؤثر على نيورو كوجنيتيف فانكشن بتاع البرين يعني سيجنيفيكانت. ولما بصوا لقوا ان هي الموست ات از موست هارمفول لما تبقى في الفيرست ترايمستر، هنلاقي الدايموند بعيده قوي عن الخط اللي في النص. السكند ترايمستر قربت شويه، الثيرد ابتدت تقطع معاه. لو الاكسبوجر لو انت بتتكلم في اكتر من 3 ساعات الريسك بيبقى اعلى، لما كل ما الدايموند دي تبعد عن الخط اللاين اوف نو ديفرنس ده معناها ان الريسك بيبقى اكتر. والاوفر اول كان ان الاكسبوجر فعلا بتاع البريجننس للانستيزيا بيؤثر على البرين ديفلوبمنت بتاع الفيتوس. طبعا اتزرر ان حد يعمل عمليه الكتيف وهو اثناء البريجننسي غالبا بتبقى ايمرجنسي، بس هي معلومه محتاجه تبقى نوتست ان وي شود افويد، يعني
قدر المستطاع اني اي تعرض للأنستيزيا خلال فتره البريجنسي خاصه اول 3 شهور. كان الكونكلوجن بتاعهم Anesthesia during pregnancy impaired the learning والميموري resulted in neuronal injury in all experimental models irrespective of the anesthetic drug and the timing of pregnancy. ده كان الكونكلوجن. البحث الثاني كان بيتكلم عن general anesthesia during infancy. اللي فات كان بيتكلم during pregnancy. لا ده بقى في الانفانسي بس ده animal study. طبعا ما فيش human studies بس هي animal study اتنشرت في البي جي اي في 2021. عملوها في الريزز مونكيز وكان شافوا ان كاميوليتيف افكت بتاع الاكسبوجر لكل الانستيتيك دراج بيأثر على البرين ديفلوبمنت. ولقوا ان عملوا يعني هم جابوا المونكيز دي وعملوا لها ام ار اي اللي تعرضوا للتخدير ولقوا ان الديفيوجن ام ار اي سكينز بتاع الريزز مونكيز كان بيورينا ان في وايد سبريد دوز ديبندنت ريدكشن ان ذا وايت ماتر ستراكشر as a result of repeated anesthesia exposure. هم طبعا ما جابوش مونكيز وعرضوهم للتخدير intentionally. هم كانوا already المونكيز دي تعرضت للتخدير عشان ابحاث تانية. يعني هم كده كده بيسجلوا الداتا بتاعت اي حاجة بتتعمل وبعد كده يجمعوا منها الابحاث. ده البحث الثاني. البحث الثالث والاخير هو الاخير في المحاضرة كلها بيتكلم بقى عن الموربيديتي والمورتاليتي after anesthesia in early life. بس ده بقى في الهيومنز عن التخدير بتاع النيونيتس. ودي استادي كبيرة اتعملت في يوروب كانت زي اوديت ستادي. جمعوا داتا من حوالي 234 سنتر في الاخر وصلوا ل 165 بارتيسيبيتنج سنترز في 31 كونتري 5600 عيان تقريبا ل 6000 بروسيدر انالايز. وكان المين فايندينج ان لقوا زي ما انتم شايفين الاطفال اللي هم عند اقل من 28 ويكس الريسك بتاع المورتاليتي عالي جدا عن اللي بعد كده عن ال 28 ل 31. وكل ما بنتقدم في السن اللي هو الجستيش البوست جستيشن او بوست منسترال ايج بيقل الريسك بتاع المورتاليتي زي ما احنا شايفين اللي احنا اللي طالع على الكيرف ده الريلاتيف ريسك بتاع المورتاليتي. وحتى ايفن الريلاتيف ريسك بتاع الموربيديتي اللي هو الخط الاخضر الازرق الصغير ده برضو في ريسك بيقل برضو مع الوقت. وبالتالي كان الايديتور كي بوينتس ان النيونيتس والانفانتس هاف ليميتد فيسيولوجيكال ريزيرف وان ار ات جريتر ريسك اوف كومبليكيشنز ويز جينرال انستيزيا. وده بيبقى اكثر في البريماتور نيونيتس ات هاير ريسك ار ات هاير ريسك. الهوم مسج عشان احنا خلصنا خلاص. ديسبايت ذا كونفليكتنج ايفيدنس ذير از ا سجيشن ذات لامبر ابيدورال بينلس ليبر مايت انكريز the risk of autistic features in the children. مش بقول ما نستخدمهاش لكن نبقى عارفين المعلومة دي ونهتم ان احنا نتابع. وانا معاكم برضو كل ما هيظهر evidence ان شاء الله هحاول اجمعه ونعمل بيه lecture بإذن الله. still حتى الان evidence ما بيقولش ما نستخدمهاش لكن نبقى عارفين الموضوع ده قيد البحث. تاني نقطة there is an increasing interest in the relation between the anesthetic drugs and the rate of recurrence in cancer surgery. والانترافينوس ايجنتس mainly are better بالذات البروبوفول than inhalational والاوبيويدز are controversial. الكيتامين may be protective. ده ملخص الايفيدنس في الانستيزيا دراجز والكانسر سيرجري. بعد كده there is no clear benefit of spinal over general anesthesia في elderly patient undergoing hip fracture surgery. لو راجل كبير ورافض يقعد وياخد spinal اوكي نايمه general ما تقلقوش يا جماعة. ده حسب الكلام الجديد وان كنت انا يعني عندي تحفظات وبعتها للمجلة بس هما يعني ما نشروهاش للأسف. الدوز بتاع البيوبيفاكين في cesarean delivery should not exceed 10 milligrams. ولا ويستحب ان احنا نستخدم البروفيلاكتيك فازوبريسورز لان الهايبوتنشن هيفضل معانا دايما طول ما احنا ما بنستخدمش فازوبريسورز. البيب ديورنج اندكشن اوف انستيزيا في الانفانتس بيفيد ان هو بيطول لي الفتره اللي انا لو حصل ديلي في الانتيوبيشن او اي مشكله في الاير واي فتره التوليرانس بتاع الابنيا بالطول في العيان اللي عنده بيب غير ان هو بيحسن اللانج التراساوند سكور يعني بيقلل الاتيليبسز. الترانكزيميك اسيد بيقلل البليدنج لو اتاخد روتينلي في سيزيريان ديليفري. ذير از نو ميجور ديفرنس في البليدنج كومبليكيشن لكن ات مايت هيلب وين ماسيف بليدنج از اون جوينج اور اكسبكتد.
التيرانيكزيميك اسيد كان بي جيفن انترامسكولارلي ان تروما بيشنتس اند ذس ويل سيف تايم اند مايت سيف لايفز. ستارش كولويدز ار ريليتيفلي سيف during surgery. واخيرا anesthesia during pregnancy and infancy might be harmful to the brain development and the long term survival of the neonate. انا خلصت وبأشكركم لحسن استماعكم وفي انتظار الاسئله. انا بس ابتدي بس اوقف الريكوردينج. طبعا انا ضايع في الاستخدام بتاع ده. Stop up.